طيب بس هو لغايه دلوقتي يعني خلينا معانا مداخلة مادي من الاستاذ عبد الرحمن السونجو صاحب حمله تطهير المقابر بسوهاج. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. مساء النور يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الرحمن، انتوا ايه اهداف حملتكم في تطهير المقابر ولقيتوا ايه؟ احكي لي قول لي. والله احنا يا دكتور اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه، ثم اما بعد، احنا حضرتك بدانا حمله تنظيف المقابر في محافظه سوهاج مركز المراغه. بدانا الحمله في المركز عندنا في المقابر بتاعه المركز، بعد كده توجهنا لبعض القرى عندنا في المركز، بعد كده خلصنا مركز المراغه وتوجهنا لجميع مراكز محافظه سوهاج يعني، وقربنا على الانتهاء من جميع المقابر. حضرتك الاعمال والاسحار اللي احنا وجدناها داخل المقابر حاجات كفريه يعني. انا بقول لحضرتك انا كنت سامع، لقيت زي ايه يعني؟ قول لي مثال، لقيتوا ايه مثلا وانتوا بتطهروا المقابر؟ والله واحنا لقينا اعمال واسحار لاشخاص يعني، بعض الاشخاص كان في منهم المريض بالفشل الكلوي، كان في منهم بالتفريق بين الزوجين، كان في منهم بالطلاق طبعا يعني. احنا حاجات، ايه الادوات المستخدمه يعني؟ ايه الادوات المستخدمه في هذه الامور؟ كانت بعض العظام، عظام موتى، احنا يعني لقينا رجل بني ادم، رجل شخص بني ادم كانت مكفنه وكان مكتوب عليها بعض الطلاسم، كان مكتوب عليها بعض الطلاسم لاسم يعني شخص مرتبط يعني بجريمه. هنا مرتبط بالجريمه دي نبش القبور، في نفس القبور. ايوه يعني لا، اللي عمل جريمه ان هو كمان عمل ودفنه في مقبره، هو قبل كده نبش مقبره عشان يطلع منها عظم جثه. بالظبط، دي لوحدها جريمه يعني. تمام، والشخص نفسه يعني اعترف باللي هو عمله، قال انا ما كنتش اعرف اذا كان ده هو جالي واحد واداني مبلغ من المال وقال لي اعمل كذا، ده دي هنساعد بيها حاله انسانيه والكلام ده كله يعني. فهو قال لي انا حارس خد الرجل دي من داخل المقبره، دي بتبقى قربان للجن الساحر، الجن بيأمر الساحر ان هو بيعمل الحاجه دي، بيقول له هات لي كذا عشان اعمل لك كذا. فهو بيجيب الرجل دي او بيجيب اي جن المزعوم بقى يعني، عشان الجن. بس ما نثبتش قاعده عند الناس، هو ما فيش جن المزعوم يعني. بالظبط كده. هو اولا واخيرا حضرتك يعني الضر والنافع بيد ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله، وما هم طيب بضارين. اشمعنى المقابر اللي باذن الله، اشمعنى المقابر اللي بيتم دفن الاعمال فيها؟ المقابر يا دكتور لانه المقابر اكثر مكان يتواجد فيه الجن، اكثر مكان يتواجد فيه الجن، وبعد كده مكان مهجور محدش بيدخله. تمام، محدش بيدخل المقابر ولا بيدور في المقابر. حتى انا لو ماشي في المقابر مثلا، لو شخص عادي ماشي في المقابر وجبلته حاجه زي كده مش هيعرفها. تمام، ولا هيعرف انه دي عمل ولا ده صح. طب ولا انت بتقوم انت والحمله بتاعتك بتطهير المقابر من الاعمال، بعد اسبوعين هترجع الاعمال تاني، ليه ما بتخلوش الحمله بتاعتكم؟ طب اسمح لي اكمل سؤال. احنا دكتور بنوجه برضو كل ما ننزل قريه او كل ما ننزل مكان بنعمل توعيه للناس، بنفهم الناس انه ده غلط. يعني انا اقصد اقول لك وانت بتطهر المقابر طهر عقول الناس من هذه البدع والخرافات. انا بقول لحضرتك ان انا بعمل توعيه للناس يعني. انا بعد ما بخلص الحمله باجي وانا بفك الاعمال والاسحار بوعي الناس، بقول له ان ده غلط وانك انت روحك للدجالين او روحك لكذا وكذا ده كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى ساحرا او عرافا فساله مجرد سؤال لن تقبل له صلاه 40 ليله. تمام، ومن اتى ساحرا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، يعني ده كفر. في الاحياء الشعبيه هنا في القاهره بنبقى عارفين مين الدجال ومين المشعوذ والكلام ده، هل يا ترى في سوهاج احنا عندنا في الصعيد برضو كده؟ برضو احنا عندنا في الصعيد، وانا حضرتك انا معايا قائمه كامله باسمائهم كلها، لكن للاسف مفيش قانون ردعي ليهم. تمام، وللاسف يعني معروفين يعني انت عندك. طب خليك معايا يا استاذ عبد الرحمن عشان النقطه دي مهمه جدا. دكتور الاستاذ عبد الرحمن بيقول لك انا معايا قائمه باسماء الناس دي، لكن هم القانون ما بيعاقبهمش، مفيش عقوبه. لا هو بس الناس تسارع بالابلاغ للجهات الرقابيه. ما هو هيبلغ عن ايه؟ مفيش جريمه اسمها جريمه دجل وشعوذه، جريمه نصب. يعني بالظبط، هيتعاقب برضه بجريمه النصب. الحد الادنى ده المتوفر عندنا الى حين ان يستجيب النص، لكن فعله في حد ذاته مجرم بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها. نعم مجرم طبقا للماده 336 من قانون العقوبات. نصيحه الدكتور عماد الفقي ليك يا استاذ عبد الرحمن انكم تتخذوا الاجراءات القانونيه بابلاغ النيابه العامه عن اسمه برضه قتل نفس. ده مش نفس واحده بس، ده أسر كاملة متدمرة، أسر كاملة متدمرة. يعني أنا بقول لك مش نفس واحدة بس، البيت كله بيبقى تعبان، بيبقى معمول سحر الفلان. احنا وجدنا سحر مكتوب فيه باسم إبليس الرحمن الرحيم، باسم إبليس ده في الأعمال الموجودة.
ده منتهى الكفر. استاذ عبد الرحمن نفس الاعمال اللي كانت موجوده داخل المقابر، كان مدفون داخل المقابر. ربنا يعينك يا استاذ عبد الرحمن، انت وحملتك ان شاء الله على انكم تطهروا مقابر سوهاج من هذه الامور اللي هي البدع والخزعبلات. استاذ عبد الرحمن الصندوق صاحب حمله تطهير المقابر بسوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك.